مساء الخير مستمع الراديو 99 وحلقة جديدة من برنامج زي كل سنة. كل حلقة من برنامج زي كل سنة بنكون موجودين مع شلة صحاب. شلة النهاردة من الشلة اللي ممكن تقلق منها، وأنا شخصياً قلقان من الحلقة دي، وغالباً غالباً ممكن تكون آخر حلقة في البرنامج، الحلقة اللي بعدها يحصل مشكلة، يعني أنا قلقان منها. ليه بقى وليه السبب ده؟ لأن للأسف دي يعتبر شلتي، وهي شلة صغيرة عن شلة كبيرة، بس يعني أنا عارفهم بشكل شخصي وقلقان جداً منهم. النهاردة معايا لاشين وحسام وإسلام. لاشين مساء الفل، وانا عارف ان انت قلقان برضو زي الحلقه دي. مساء الفل ورمضان كريم. واه طبعا قلقان عشان معانا حسام، متاخر دايما في مواعيده. ازيك يا حسام؟ الحمد لله حبيبي. عامل ايه؟ انا خايف على مستقبلك والله مش اكتر، عشان حذرتني كتير. انا يعني حاولت ان انا انبهك للموضوع ده، بس يعني انت شغلك واكل عيشك برضو، بس يعني خير ان شاء الله. ممكن تقول باي باي في الراديو. باي باي في الراديو. رمضان كريم. وطبعا انا بس شريف قاعد جنبي طبعا لاشين، ودي حاجه اصلا انا في حد ذاتها انا مش شايف انها المفروض تحصل. عامه تعرفوا بعض من زمان جدا، من حضانه تقريبا للاسف الشديد. انا اول واحد قاعد جنبك في ال، هو اول واحد انا عرفته في الشارع اصلا، فيعني كان حاجه هم يعني. الحمد لله. هو كانت باجي كل يوم المنطقه، بطلع اخبط على البيت، مامته بتروح مسلمه لي كده، خد حسام. كنت الداده بتاعه المدرسه، بتديني المصروف بتاعه وسندوتشاته والحاجات بتاعته، فاهم؟ باخدها معايا وبنزل بيه الشارع. انا شفت الفيلم ده قبل كده. اربع ساعات وبرجعه البيت تاني، عشان بس اربع ساعات. ايه الحضانه الاربع ساعات؟ لا بقى في الشارع بقى بعلمه، بس نقف هنا نيجي هنا، فاهم؟ نلعب كوره بتاع، بس لحد اما كبر بقى وفعامل فيه اكبر مني اصلا، فاهم؟ عامل لي معامله وحشه. وفي بقى الفنان بتاع الشله اسلام. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وافتكر اني قلت لك بلاش. انت قلت لي بلاش كتير. بلاش، انا اللي عملت كده، انا اللي جبته اللي هتوديك في داهيه العيال دي. الاثنين دول مقلقين. تعرف مين الاول منهم؟ الاثنين في نفس الوقت، لان احنا كلنا ساكنين في نفس. هم لما كانوا بينزلوا الاربع ساعات دول كانوا بيقعدوا معاك. يقول انا بقى. بيقول انا. يقول انا اعلمهم بقى التعليم الصحيح. مين الكبير بتاع الشله؟ انا طبعا. اي كلام ان شاء الله. انا طبعا. مش انا. فاكر ان انا معرفش. بص يعني انا على قد ما بحبهم على قد ان انا نفسي ما يعني مش عايز، خلاص كفايه بقى. كفايه. طيب مين المسيطر على الشله يا جماعه؟ بص هو في واحد مسيطر، بس هو مش بالكلام، هو مسيطر كده اسمه عمرو الفنان. هو ما جاش. ليه بقى؟ عنده مشاكل. لا عنده شفره، هو شغال فاهم، بيفك شفره دلوقتي. هو كان يبقى معانا، بس للاسف ما بيتكلم برتغالي تقريبا. بيتكلم برتغالي واسباني. هو ده بتاع كونجراتس. ايه موضوع كونجراتس ده؟ بص هو الفكره كلها ان عمرو اصلا هو تخصص اي تي عامه، تمام؟ فهو فكرته كلها للموضوع ان هو بيحب يتكلم لغات كتير جدا، وهو ما شاء الله ما هو ما شاء الله ما عندوش اي خلفيه عن اي لغه عامه. بس هو في نيته، بس هو بيحاول، هو بيحاول. وبعدين جوجل ترانسليت برضو هو مظبطه في الموضوع ده، فابتدى بقى يسمع الفويس بتاع جوجل اصلا بيقولها ازاي وكده، وابتدى بقى ينفذها على ارض الواقع. فابتدى بقى تبقى قاعد معاه في يوم، يا عمرو ايه الاخبار وبتاع، كونجراتس. لقيت في شفره. الموضوع ابتدى من هنا. فكانت هي دي بس البدايه مع عمرو عامه يعني. وعمرو الفنان اصلا انا نفسي اعرف هو ليه لقب الفنان اطلق عليه اساسا. هو مين ليه القاب تانيه يا جماعه على طول كده؟ هو ما فيش حد ليه غير عمرو الفنان، بس انا عايز اقول حاجه، هو لا شاعر غنائي ولا ملحن ولا موزع ولا ولا صوته حلو. هو بس اطلق عليه لقب الفنان ده لانه زمان تقريبا والناس يعني هو الناس شافته بجيتار في الشارع تقريبا مره سنه 2001. كلمني عز الظهر. لا انا اقول لك الموقف. قال لي انا عايز اشتري جيتار وبتاع واتعلم. قلت له ماشي. فنزلت معاه، رحنا جبنا الجيتار وجينا. هو كان عنده هوايه بيفتح الشرايط الكاسيت ويعرف مين الملحن ومين الموزع ومين المغني وكده، ويسمعها لكم. ويجي مثلا يقول لك ايه، سمعت اغنيه مثلا كذا بتاعت عمرو دياب؟ سمعتها. طب تعرف مين اللي بيغنيها بقى؟ عارف يوم زنقك بقى. بالظبط. فاحنا قلنا ايه، نديله لقب الفنان يعني حفاظا على شعوره، فاهم؟ اكرامًا للمجهود اللي هو نفذه عشان يحفظ عشان الحاجات ال دي حرغه دي. انا مبسوط بيكوا يا اولاد والله. انت مبسوط بينا قوي. ما تيجي نلعب ماتشين بقى. دلوقتي بلاي ستيشن صح؟ نسيت اقول لك على حاجه، عمرو ملك الشفرات انت لعبت معاه وعارف. انا عارف، جربت. بيقعد يقول لك ايه بامان در در در، كانت غريبه كده. بيقول لك ايه، انا هنزل رشاد. مين رشاد ده؟ رشاد ده اللي اسمه راشفورد، المفروض ده مانشستر يونايتد. والشامبو، الشامبو ده حكايه. ايه شامبو ده؟ ده لعيب اسمه شامبو. مين؟ اوكسليد شامبرلين. ده لو عرف كده ممكن يروح بيها. طب يا جماعه تعالوا نروح لحاجه تانية لو سمحت. على طول نلعب سبين ذا باتل مع بعض. سبين ذا باتل نسال بعض. لو حسام هتسال اسلام النهارده. ماشي يلا قول. في تهديدات بتحصل عشان السؤال يبقى كده. انت بتلعب بلاي ستيشن ليه؟ مش هروح.
بتلعب ليه بلاي ستيشن صحيح وانت بتخسر طول عمرك؟ انا بخسر يا اساله هو اللي قال مش انا ولا شيم. طب لاشين رد عليه سلاش تيم. لا لا اسلام ما بيخسرش، اسلام لعيب وراجل محترم وهو بيشتغل على نفسه. هو الفرقه بتاعتي بس انت ايه يعني ما تجيبوش يلعب معاك وهو لسه بقى راجع من الشغل فاهم، بيبقى مجهد وعنده مشاكل الموضوع بقى صعب فاهم، انما في العادي هو الراجل ده يعني ده التيم بتاعه ولعيب. انا بس اسال حسام سؤال. يلا انا عايزك فعلا الدور عليك ان انت تسال حسام. يلا حسام، واحنا ليه بيبقى ميعادنا الساعه 4 او الساعه مثلا 5 و لا بيجي كام 9:30 بالليل نايم؟ مع العلم بقى انت بتلبس من الساعه 2 يعني في 3 ساعات انت بتعمل فيهم ايه؟ انا ونفسي يقعد معاك شويه دول. بص يا فادي بكل صراحه انا انسان مريض. ده اعترافه. انا عندي مرض اسمه السلطان، هو ده اللي انت يعني اعراضه ان انت ما بتعرفش تصحى من النوم اصلا، يعني هو انا بفضل نايم وانا فاكر ان انا صح. يعني هو بيرد عليك بس هو ما بيجيش. قال لي انا ممكن دلوقتي افتح لك التليفون، هو المفروض ان هو من الساعه 1 وثلث لابس تمام بكلم يعني بشعه الساعه 2 وثلث هو لسه ما نزلش الاسلام، فهو في مشكله. هو بيعمل ايه في البيت مثلا؟ لا عنده شعر فجوه زمنيه، لا عنده شعر مثلا بيسرحه. لبسه بسيط جدا يعني هو مش مثلا اللي جاي لابس بدله، لا عادي تيشرت وبنطلون وجزمه خلاص نزل من بيتاخرنا ليه؟ احنا ذنبنا ايه يعني؟ انا عندي مشكله. طيب تمام، دي كانت اجابه جميله قوي. مفيش حرف تقال. طب تعالوا نعدي موضوع البلاي ستيشن كده، نروح لحاجه مهمه. نروح لحاجه اهم بقى، الالقاب. لقب كل واحد في الشله ايه؟ يعني لو سالنا مين اكتر واحد بيتاخر في حياته؟ حسام ادريس اهو. انا اللي بشاور وبجاوب. في حاجه انا مسميه حسام اوزوريس، يعني هو ادريس فرعوني شويه. بيتكلم هيروغليفي بالظبط. فهو حسام. حسام عنده مشاكل في الحاجات دي كلها. طب مين ما بيردش على تليفونه خالص؟ حسام ادري. لا برضو. انت كل حاجات بتعملها غريبه. انا مش عارف، انا الحياه ما اعرفش، انا لاحظت ان انا سلبي جدا النهارده مش عارف. مين بيسحل صحابه في مشاوير هم ما لهمش دعوه بيها؟ اسلام طاهر. اسلام. انت طلعت انت تسحلهم في مشاوير اللي هم ما لهمش دعوه بيها؟ لا ده اسلام. ده طب ده اسلام قال انت ممكن تبعد مع اسلام مره نفسك في المعادي فاهم يا ابني؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ ما انا جاي اصلا عشان اعمل مش عارف ايه وبتاع. بص ايه رايك وحلوه ازاي؟ جميله يا اسلام خالص. لحد المشاوير دي احنا نقول لكم خليكم كل سنه تمام. اخر حاجه اخر حاجه معاك. في برضو حد من اصحابنا بيعمل مشاوير لاصحابه حسام برضو. ليه جايب لك واحد صاحبه تعمله توصله لا وتعمله مشوار ليه؟ طب انا مالي يا ابني ده صاحبك. في مشاكل في الشله دي، عشان كده نفصل دلوقتي ونقفل بقى ونختم الحلقه حالا، علشان لحد كده ممكن يعني تحصل مشاكل. انا ما بعملش اي حاجه. دايما خليكم مؤمنين معانا على الراديو 9090. المفروض دي كانت شله صحاب والمفروض ان هم اصحابي للاسف، فانا لحد كده لازم اختم حالا عشان اكمل البرنامج على خير. دايما خليكم موجودين معانا على الراديو 9090 ورمضان زي ما تحب. كنت معاك فادي ابراهيم.